أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا، وآخر حواراتنا لهذا الصباح هذا اليوم في ختام مؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب المنعقد في الإسكندرية من أيام قليلة، وكان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركته. أيضا دعا الرئيس الإعلام ووسائل الإعلام المختلفة إلى إطلاق أسبوع تثبيت الدولة المصرية وحمايتها من التفتيت والتوعية بمخاطر إسقاط الدولة. يعني في هذا الإطار بنناقش موضوعات معينة، منها زي ما نوهنا في المقدمة كيفية التماسك، تماسك الشعب ووحدة الصف لمواجهة مختلف التحديات اللي بتمر بيها مصر، زي ما استعرضنا أيضا في المقدمة. طبعا بنواجه الإرهاب وبنواجه أيضا يعني مهمة وإجراءات صعبة اقتصاديا علينا نحن نتحملها جميعا، ونكون متماسكين ومدركين أهمية الحفاظ على الدولة المصرية قوية متماسكة علشان نقدر نعبر هذه المرحلة. خلونا نناقش هذه الأفكار من خلال حوارنا مع ضيفتنا اللي مشرفانا في الاستوديو الآن، دكتور هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع جامعة بنها. دكتور هالة صباح الخير. صباح النور، واهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك دكتور هالة. اسمح لنا في البدايه ان احنا نروح لتقرير سريع ونرجع تاني نبتدي الحوار مع حضرتك. نشوف التقرير. ظاهره الارهاب حيز كبير منها يتمحور حول اشكاليه تحديد مؤشرات الارهاب، وهنا طرحت مجله السياسه الدوليه من خلال فريق مكون من عده جهات مختلفه مؤشرين للتعامل مع الارهاب، الأول مكافحة الإرهاب والثاني الجهات الداعمة له. نكشف للمجتمع الدولي ونكشف للمجتمع الإقليمي وللمصريين الجهود التي تبذلها الدول لمكافحة الإرهاب، وأن نعيد النظر في المؤشر المعترف به عالميا وإقليميا المتعلق بالتصنيف الدولي للإرهاب، اللي ما بيراعيش بس غير معايير العمليات الإرهابية دون النظر لجهود المكافحة اللي بتبذل على أرض الواقع. ولأول مرة في المنطقة العربية سوف يصدر من خلال المناقشات بالندوة تقرير بنسختيه العربية والإنجليزية ليحدد مؤشرات الإرهاب عن طريق الباحثين والأكاديميين. نتكلم فيه على مؤشرات حقيقية هيقوم بها مجتمع بحثي في مجموعة من الأكاديميين والخبراء اللي بيتعاونوا معانا في مجلة السياسة الدولية علشان نقدر نقدم خدمة جديدة تضاف وتثري المكتبة العربية بمؤشرات مهمة تحتاجها المنطقة العربية في هذا التوقيت. صناعة الدولة الفاشلة مصطلح أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية، فالإرهاب بمخططاته ضلع رئيس في هدم الدولة وإفشالها. المخطط لا يتعلق بالدفاع عن نظام سياسي أو الدفاع عن منتمين للنظام السياسي بقدر ما هو الدفاع عن بقاء دولة مصرية والحفاظ عليها، وبالتالي المخططات دي هيكون فيها تعاون مش بس بين المؤسسات الإعلامية لكن تعاون أكيد مع المعنيين بالثقافة والفنون والخطاب الديني. طوال الفترات السابقة من الأحداث الإرهابية على المستوى الدولي اختلف الباحثون حول مؤشرات الإرهاب، لكن الجميع اتفق على مواجهته بكافة السبل. رمضان المطعاني، النيل. يعني زي ما تابعنا دكتورة من خلال هذا التقرير، الرئيس يعني شدد على مفاهيم معينة ازاي نحن ندرك ويكون عندنا وعي بالأهداف لإسقاط الدولة المصرية ونحن نحافظ عليها، وأيضا الدولة الفاشلة ازاي احنا نتجنب هذا النموذج. حضرتك شايفة ازاي في البداية المبادرة من سيادة الرئيس لوسائل الإعلام المختلفة بإطلاق أسبوع تثبيت الدولة المصرية؟ طبعا سيادة الرئيس أطلق هذا الأسبوع أو هذه الدعوة لأنه هو المسؤول عن الحفاظ عن الدولة المصرية، وهو أمام الشعب هو المتحمل لكل أبعاد المسؤولية، وبالتالي الشعب هنا مساند ومداعم لمصلحته. وخلينا الأول نعرف يعني إيه دولة. يعني كلمة دولة مش معناها حكومة، مش معناها مؤسسة بعينها، ولكن هي مجموعة من المؤسسات تعمل معا بشكل متناغم لمصلحة الوطن والمواطن. ده تعريف الدولة. الأسرة مؤسسة، التعليم مؤسسة، الصحة مؤسسة، الضبط الاجتماعي مؤسسة، القضاء مؤسسة. إذن كل المؤسسات دي هي مكونات الدولة. طب هل الدولة محصلة جمع هذه المؤسسات؟ لا، الدولة محصلة تفاعل هذه المؤسسات مع بعضها. إذا هذه المؤسسات بتشتغل بشكل متناغم زي أعضاء الجسم كده، الدراع والدماغ والأجهزة،
ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الجسم بعدد لا حصر لي من الأجهزة والخلايا المختلفة، ولكن كلها بتشتغل معا بشكل تفاعلي لمصلحة هذا الجسم. الدولة كده بالضبط، جسم الدولة مكون من مجموعة المؤسسات دول، اللي هم العنصر الفاعل فيهم دايما المواطن. أنا مواطن عضو في أسرة، وعضو في مؤسسة تعليمية، وعضو في مؤسسة اقتصادية، وبتعامل مع مؤسسة حتى الجيرة والشارع، كل دي مؤسسات. طب إحنا لو إحنا عندنا وعي بقيمة هذه المؤسسات، ولو إحنا عندنا إدراك إن هذه المؤسسات بتعمل معا بشكل متناغم، وإن الهد اللي بيحركها مصلحة الوطن والمواطن، لأن الوطن والمواطن وجهين لعملة واحدة، الوطن كيان معنوي والمواطن هو أساس الوطن، وبالتالي هنا أنا أحافظ على بقاء الدولة وعلى قوة الدولة من خلال الوعي السليم. طب هنا بقى دور وسائل الإعلام إيه في نشر الوعي السليم الوعي بين المواطنين؟ طب أنا إزاي هعمل الوعي؟ هل الوعي كله مجرد كلام؟ لا، لأنه اللي هو التصرفات أو الموضوعات اللي بتطرح، وفي نفس الوقت التجارب الواقعية اللي على أرض الواقع اللي بتؤكد هذا الكلام، عشان أنا أضمن أن المواطن معايا بيشتغل ضمن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، والهد اللي قدامه مصلحة الوطن والمواطن. طيب عشان أعمل ده لازم أنزل لكل المستويات الاجتماعية والثقافية اللي عندي، لأنه في الحقيقة طبقة المثقفين عليها مسؤولية. ليه؟ لأنه هو مفروض يوعي كل اللي بيتعامل معاه، مفروض يقود المجتمع. بالضبط، ويقود المجتمع. طبقة المثقفين دول موجودين في كل حتة، سواء في المدرسة كمدرس، سواء في مؤسسات العبادة، الجامع، الكنيسة، إنسان أي واحد فينا بيتعامل على أنه قدوة أو قيادة لازم يكون واعي تماما بمسؤوليته تجاه هذا الوطن، ودي اللي احنا بنسميها المسؤولية الاجتماعية. أنا مش لازم أكون بشتغل وظيفة بس، لا، أنا ليا وظيفة كمان، أنا ليا أدوار كتيرة في الدولة، ليا دوري كأم، ليا دوري كأستاذ جامعة، ليا دوري كمواطن، ليا دوري كصديقة لمجموعة أصدقاء، ليا دوري كإنسان تصرفاته محسوبة عليه لأنه بيمثل قدوة لمجموعة من الشباب أو المجتمع. ومن هنا دور المواطن نفسه، مش بس مؤسسات كلنا الدولة كلنا أو وسائل الإعلام، كل واحد في مكانه. دور المواطن نفسه أنه يكون عنده الوعي أنه ما يشاركش في تفكيك الدولة. فأنا بلعب إيه على المواطن؟ أنه أنا أقنعه بمصلحته، بحقوقه، بواجباته. في ناس كتير غير مبسطرة بمصلحتها. طب عشان أعمل ده لازم يكون عندي قدر من الشفافية، لأنه المواطن ده، المواطن المصري بالفطرة عنده ذكاء عالي جدا بصرف النظر عن درجة ثقافته أو درجة تعليمه. طب أنا لو اتعاملت معاه بقدر وعيه، اللي أنا هنمي وعيه بمصلحته، بتجارب واقعية، بمؤشرات حقيقية هو يقراها معايا، هيبقى عنده استعداد انه يمشي معايا مشوار طويل يتحمل عشان نصل للنقطة اللي احنا عايزينها. بس مش كل الناس هتشوف الهدف بوضوح. المثقف ممكن يقرأ المخاطر كويس قوي، وممكن يقرأ إمكانياته كويس قوي، وممكن يكون عنده تفكير على المدى الطويل، إنما الإنسان البسيط العادي لكل ما بيشغله لقمة العيش والحياة اليومية لازم أخلق له اهتمامات أخرى، لأنه في الحقيقة الإنسان مش عايش عشان يأكل ويشرب وينام. الإنسان عايش عشان يحس إن هو إنسان تحترم آدميته، وإنه ليه انتماءات كتيرة جدا من ضمنها الانتماء للوطن، لكن في نفس الوقت لازم يشبع الحد الأدنى من الحاجات الأساسية. ما أقدرش أجي على مواطن معدته فاضية مش قادر يحط فيها أكل، ما عندوش إمكانية إن هو يعمل ده، وأقول له إديني عقلك عشان تتفق معايا أو تسمعني، وما أقدرش على إنسان متخب برضو وأقول له إديني عقلك. لا، لازم نتعامل مع البشر على إن هم بشر أدميين، ونرفع مستويات وعيهم بدرجات مختلفة. في الحقيقة إحنا في وضع خطر بالنسبة للمتغيرات اللي بتحصل في العالم. صحيح. والمتغيرات اللي في الشرق الأوسط والإرهاب بكل أبعاده، لكن وطبيعة إحنا محتاجين الأساليب المتبعة ضد الدول. يعني إحنا زي ما الرئيس بيأكد حروب الجيل الرابع، زي ما قال سيادة الرئيس أيضا أنه يعني الكل ممكن يشارك فيها بوعي أو بغير وعي ويحقق أهدافها. ده بعض المثقفين حضرتك بيقول إحنا خايفين نخش على الحرب العالمية الثالثة. لا، إحنا دخلنا في الحرب العالمية الثالثة من زمان، ولكن هذه الحرب بآليات مختلفة، آخر مرحلة فيها مرحلة مواجهة الجيوش اللي هي بدأنا فيها. إنما الحرب دي بدأت ثقافيا، وبدأت حضاريا، وبدأت في هدم ثقة الإنسان بذاته، في تنمية نوازع الإنسان للغريزة وللأكل وللرفاهية،
فقط دونما العقل ودونما الفكر ودونما الوجدان والروح. الإغراق بالمخدرات وبالتغييب عن الوعي، حاجات كتيرة جدا بدأت من زمان وللأسف ما انتبهناش فيها في اللحظة المناسبة. أما مرحلة الجيوش والإرهاب الظاهر ده هي آخر مرحلة في الحرب العالمية الثالثة، فلازم المواطن يبتدي يبصر وينتبه ويعرف مدى الخطورة، لأن المواطن المصري لو أدرك مدى الخطورة هيقف معنا في تحدي كبير. طيب يعني من سمات العصر طبعا وسائل التواصل الاجتماعي وماليها من إيجابيات والأكثر هو السلبيات. إزاي المواطن يكون عنده وعي بالاستخدام الصحيح لهذه الوسائل، وإنه ليس كل ما ينشر عليها إن هو صحيح؟ البيئة يعني الخصبة للشائعات بيئة غياب المعلومات والجهل. إذا أنا عندي معلومات متاحة وعندي آليات بقول للمواطن إزاي توصل للمعلومة السليمة، ويبقى عندي ناس عندها قدرة إن هي تدي المعلومة السليمة، هتقل بيئة الشائعات. الحاجة التانية إنه دايماً الرد مهم، السكوت على بعض الأمور. يعني في بعض الشائعات أو بعض الأخبار فيها قدر من السذاجة وقدر من الاستفزاز غير طبيعي، لكن الخبر طالما لا يكذب ففي ناس كتيرة بتصدقه. الحاجة التانية فقدان المصداقية. يعني أنا لازم أراعي إن يكون بيني وبين الناس مصداقية، لانه انا لو النهارده بيني وبين حضرتك مصداقيه لما هقولك هتصدقيني، بس انا بقولك حاجه وبرجع اعمل عكسها فحضرتك بعد شويه مش هتصدقيني. فلازم نشتغل على منطق المصداقيه والمسؤوليه الاجتماعيه، وفي نفس الوقت يكون عندي اليات على طول تخلق حاله الوعي بكل شيء حقيقي فيقاوم الاشاعه. واذا انا عندي مشكله مفيش مانع ابدا ان انا اعترف ان انا عندي مشكله، وإذا أنا هاخد بعض الإجراءات لازم نقول إن إحنا هناخد الإجراءات دي علشان كذا. يعني ساعات لما بيبقى البني آدم واخد باله إن أنا بعمل الإجراءات دول عشان عندي مشكلة فبيساعدني فيها. تمام. وهقول لحضرتك مش لازم درجة الشفافية عمرها ما هتبقى 100%. أكيد يعني لأن في مش ناس كل هقول لها أنا عندي مشكلة واديني رأيك. وفي ناس هقول لها أنا عندي مشكلة ووصلت للحل الفلاني فاللي عنده استفسار يسأل، وفي ناس هقول لها أنا كان عندي مشكلة وخدت الحل الفلاني وكل واحد ينفذ. انما اول ما اقول للناس في اجراءات من غير ما اقول لهم المشكله هيقولك طب وايه لزوم الاجراءات الجديده. طب فلازم الناس تبص للشخصيه المصريه عموما بالتغيرات اللي حصلت لها كلها من 2011 وحتى الان، والحقيقه يعني تغيرات حاده جدا يعني ومتعبه لاي سيستم في الدنيا يعني. لكن معدن الانسان المصري احنا دايما بنعول عليه، احنا اكثر شعوب العالم انتماء. هل لسه موجود المعدن ده؟ لسه موجود ومع اي حدث بيبان. ويمكن اللي بيخططوا لنا الفكر، انا مش مع فكر المؤامره قوي، لكن هناك من يتربط يعني بالمصريين وبمصر. كل ما بيخطط وكل ما بيتهيأ له ان هو هيوصل للنتيجه اللي هو عايزها يحصل حدث يقول له لا ده السيناريو بتاعك ما ينفعش. من اول وقفتنا من الناس في 2011 وعدم اندلاع اي حروب داخليه ما بين المصريين باي شكل من الاشكال او صراعات داخليه، وان كل المصريين بيتلفوا في الاخر تحت كلمه مصر، لحد لما 30 يوليو، لحد لما وصلنا حتى في مشروع قناه السويس اللي احنا يعني خلال يومين ثلاثه